احتفال رسمي باليوم الوطني للغة العربية في موريتانيا يأتي ضمن انفتاح جديد على العربية تكرس خلال السنوات الأخيرة، محاولا ملامسة هموم الشارع العربية المطالب بمنح اللغة مكانة أكثر محورية في الإدارة والتسيير والخطاب العمومي لمؤسسات الدولة. نحتفي باللغة العربية في احتفالية هذا العام كانت أحسن حالا من حيث الخطاب الرسمي الذي رأى أن العربية تحقق تقدما كبيرا على المستوى العالمي، حيث تحتل المرتبة الخامسة في اللغات الحية التي تسجل حضورا مطردا على المستوى العالمي. فاللغات لا تنهض إلا بنهضة حملتها والقائمين عليها وبقدرتهم على جعلها تتجاوز وظيفتها كوسيلة للتفاهم بين من هي لغتهم الأم إلى درجة الوعاء الحضاري القابل والمتقبل للجميع باختلاف مشاربهم ولغاتهم. سمات عديدة للغة العربية، فهي لغة الدين الموحد ولغة المرجعية ولغة التاريخ الحضاري الممتد في الفضاء الصحراوي المصاقب للبلاد، مما يؤهلها لأن تكون لغة الوحدة الوطنية في زمن الوئام الوطني القادم، خصوصا إذا ما تخلصت قضية اللسان الوطني الجامع من إرث صراع الهويات والتنافس غير الإيجابي للألسنية الوطنية، وهي تتدافع وتتضغط لإحراز ما توهمته مكاسب لم تخدم إلا لغة المستخرب الغازي. إذن اللغة العربية كانت لغة للتلاقح بين الشعوب، واللغة العربية لحد الساعة ما زالت حية في المنطقة، إلا أن عزائم الناس فاترة في الموضوع، والدولة هي التي عليها هذه المسؤولية أن تجعل هذه اللغة لغة للمسلمين. ونحن أيضاً الذي يجمعنا أكثر مما يفرقنا. في ماضي البلاد شكلت العربية لغة التبادل العلمي والثقافي، وشكلت وعاء للثقافة الجامعة في إطار الحضارة الإسلامية، متطلبات كثيرة على أبناء الوطن التشبع بها لكي تنهض اللغة العربية من وهداتها الماضية، فلا بديل للغة هذه سماتها عن التسامح والانفتاح ونشر الفكر المستنير خدمة لقضية العربية ونهضتها المنتظرة في الزمن القادم.